نجدد التحية من قناة النيل في القاهرة، وهذه جولة سريعة مع أبرز ما طالعته الصحف المحلية والعربية والعالمية. تصدر القرار الذي أعلنه أمس الرئيس عدلي منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، فتحت عنوان فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خلال أيام، أبرزت صحيفة الجمهورية قرار الرئيس بقانون رقم 10 الذي ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور. وأشارت الصحيفة إلى ترحيب القوى السياسية المختلفة بهذا القرار الذي جاء استجابة لمطالبها في الحوارات الوطنية. من جانبها كتبت صحيفة الأخبار الرئيس للشعب لن أتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الوطن والمواطنين. وتقول الصحيفة أكد الرئيس عدلي منصور في كلمة وجهها للأمة أن العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر في اليومين السابقين تستهدف كسر إرادة المصريين، ولكن إرادة المصريين لن تنكسر بل ستزداد توحدا وصلابة، وأن الدولة والشعب مصممون على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وأنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية إن تطلب الأمر ذلك. صحيفة المصري اليوم نقلت تصريحات لمسؤول حكومي رفيع المستوى أكد خلالها أنه سيتم البت في استقالة 3 وزراء الأسبوع القادم، مضيفة أن التعديل الوزاري سيتم عقب إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي موقفه من الترشح في الانتخابات الرئاسية وتقديم استقالته تمهيدا لضم اسمه إلى كشوف الانتخابات. وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي مع رئيس الجمهورية خلال أيام للتشاور بشأن الحقائب الوزارية المقرر تعديلها. تحت عنوان بدء ترميم متحف الفن الإسلامي، نقلت صحيفة الأهرام تصريحات الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، والتي أكد خلالها أن فريق المرممين بدأ عمله من اليوم الأول لإنقاذ القطع الأثرية المدمرة داخل مبنى المتحف الإسلامي لأنه ما زال بحالة جيدة، وأشار إلى جهود عالمية ومحلية لجمع التبرعات بهدف إعادة المتحف إلى حالته الأولى، من بينها مبادرة الفنان محمد صبحي للقيام بحملة شعبية لجمع 100 مليون جنيه من أجل هذا الغرض. وننتقل إلى مقالات الصحف المحلية، وفي عموده بعنوان بدون تردد في صحيفة الأخبار قال الكاتب محمد بركات إنه ما يجب ألا يغيب عنا وسط حالة الجنون والسعار للقتل والتفجير التي أصابت جماعة الإرهاب الإخواني تلك الرسائل المهمة وبالغة الدلالة التي بعثت بها جماهير الشعب المصري بكل فئاتها وطوائفها يوم السبت الماضي والرافضة للإرهاب الأسود. رسائل الشعب انطلقت من قلب الميادين في كل المدن والمحافظات المصرية لحظة الخروج الكبير والحاشد للاحتفال بالذكرى 3 للثورة، ضاربة عرض الحائط بتهديدات الإرهاب ومحاولاته الجبانة لتخويف المصريين وترويعهم. مجمل الرسائل حملت في طياتها رفضا للإرهاب وإصرارا على هزيمته ودحره وتخليص أرض الكنانة الطاهرة من رجسه وأثامه وجرائمه. الرسائل كانت تحمل في ذات الوقت الإصرار على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة واستكمال خارطة المستقبل وبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة. كانت موجهة أيضا إلى مجموعة وقوى الشر المؤيدة للجماعة الإرهابية والمتحالفين معها والداعمين لها محليا وإقليميا ودوليا، وتقول إن شعب مصر يقف بصلابة وصمود في مواجهة المخططات الخسيسة والجبانة ضد مصر. ومن صحيفة الجمهورية نطالع مقالا يتحدث عن ضرورة العمل الجاد من أجل بناء مصر والدولة الديمقراطية الحديثة، وأن الشعب المصري قادر على مواجهة التحديات بمنتهى الصمود، ولكن يجب أن يستغل قدرته على مواجهة الشدائد في العمل والبناء. خرج الشعب المصري للاحتفال رغم التفجيرات التي وضعها الخونة وأعوانهم من الفئة المارقة الحاقدة على الشعب،
ولكن لم يعد أمامنا فرص أخرى لمثل هذه الاحتفالات، وأمامنا عمل كبير. اليوم أمامنا طريق للعمل لا بديل عنه، وهو طريق صعب ومحفوف بالمخاطر الداخلية والخارجية. أمامنا عمل كبير ومهام صعبة، ومصر الآن لا تحتاج في أي موقع صغير كان أو كبير إلى موظفين، ولكن إلى مقاتلين متطوعين لتوفير حياة كريمة للشعب الصابر الصامد. العمل الجاد الآن هو مهمة قتالية من أجل شعب يستحق حياة كريمة. هذا الشعب الذي تحمل الكثير ويحتاج الآن إلى من يرد له بعض حقوقه المنهوبة والمسلوبة. نتحول في جولتنا الصحفية إلى الصحف العربية، ونبدأ بصحيفة الشرق الأوسط التي كتبت تحت عنوان جنيف مفاوضات اليوم الثالث تخطو نحو تعقيدات الملف السياسي. تقول الصحيفة من المقرر أن تنطلق اليوم في جنيف المفاوضات الأكثر تعقيدا المتعلقة بهيئة الحكم الانتقالية في سوريا، بعد يومين من مفاوضات شهدت خلافا بين وفدي النظام والمعارضة برعاية الموفد الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي بشأن الملفين المتعلقين بالأوضاع الإنسانية، وهما فك الحصار عن مدينة حمص وإطلاق سراح المعتقلين. وإلى لبنان مع صحيفة النهار التي كتبت تحت عنوان أزمة التأليف الحكومي تصطدم بتعنت عون وأيام قلائل تسبق حكومة الأمر الواقع. كتبت الصحيفة تقول بدت منافذ التأليف الحكومي موصدة أمام تعنت رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشيل عون في رفضه مبدأ المداورة والتمسك بالحقيبة الاستراتيجية للبنان وهي وزارة الطاقة، مما دفع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان لإعلان أنه سيتم المصارعة إلى تشكيل حكومة حيادية في حال تلقي إجابة سلبية من قوى الثامن من أذار بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة. صحيفة الرياض السعودية كتبت تحت عنوان استمرار المواجهات رغم وقف إطلاق النار بجنوب السودان. تقول إن الحكومة في جنوب السودان والمتمردون تبادلوا الاتهامات بانتهاكات وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه مبدئيا منذ يومين، والمفترض أن يضع حدا للنزاع الدائري هناك. وتتابع الصحيفة إلى القول إن كل من الجانبين أكد على أنه تعرض لهجوم وأنه قام بالدفاع عن نفسه، مما يدفع الأوضاع للأسوأ إذا ثبت بشكل واضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان الذي كان يفترض تطبيقه منذ يومين هش للغاية. صحيفة الراية القطرية كتبت تحت عنوان نزاع بين القبائل لتحرير ليبيا. تقول إن الحرب تستمر في ليبيا وسط نزاعات مسلحة من قبل قبائل تنتقد الحكومة بشكل ينفي ما تسعى إليه شعاراتهم بتحرير البلاد، ورغم الخطاب الذي برر التدخل الغربي من أجل الديمقراطية والحرية إلا أن الواقع الآن على النقيض تماما. وتتابع في استعراض الحالة المزرية في ليبيا أن البلاد تعيش مشهدا دمويا كان آخره